تم هذا الصباح واحد اللقاء ديال اللجنة الوزارية مع وفد هام ديال الجامعة الوطنية للتعليم. كانت مناسبة باش نستمعوا لكل الانتظارات ديال الرجال والنساء التعليم الممثلين من هذه النقابة اللي هي ما بين النقابات اللي هي أكثر تمثيلية. بطبيعة الحال كان نقاش حول النظام الأساسي، كان نقاش اللي أيضا طرق المواضيع عندها علاقة بالدخل ديال الرجال والنساء التعليم وبعض النقاط اللي هي فئوية. كان واحد العرض ديال الوزارة اللي هي وديال اللجنة الوزارية اللي هي اليد الممدودة باش نفتحوا المجال يكون نقاش ديال كل المواضيع، ولكن شرطها باش يكون استئناف الدراسة وكل نعاودي رجال ونساء تعليم يرجعوا للأقسام والتلاميذ يرجعوا للأقسام باش نضمنوا الزمن المدرسي لحد التلاميذ. هناك واحد طلبوا باش يكون واحد ياخذوا واحد المهلة ديال 24 ساعة، وغادي يتم اللقاء استئناف هذا اللقاء يوم الغد. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.